خلينا نفترض انه لسانا بالانكمينج، هلا هدول السكترينج هو عاده السكترينج راح يكون انكمينج ترافيك كنترول، بتحكم بالانكمينج ترافيك. هلا نطلع عندي الهاند، راح يصير عندي هلا اذا قسمت السكترز متساويه حجمها متساوي راح يصير في عندي تاو لهذا السكتر، مظبوط؟ وفي عندي تاو لهذا السكتر، تاو 2 اذا كان عندي تو سكترز من هون. هلا نطلع على الاي ار، راح افترض اذا هاي البوبيليشن هون مساويه للبوبيليشن الموجوده هون، معناها اي ار واي ار هم نص اي ار الاصليه. هلا الهاندلنج كاباسيتي الكليه اوفرول هاندلنج كاباسيتي بدها تساوي هاندلنج كاباسيتي لواحد زائد هاندلنج كاباسيتي لاثنين. ولما اجي اطلع على لامدا، شو بتتوقعوا بيصير بلامدا؟ في عندي لامدا الكليه اول شيء، لامدا لكل العماره او لكل السيستم بدها تساوي نفس الشيء، اي ار لكل العماره في يو لكل العماره على 300، مظبوط؟ لكن هاي اللامدا رح تنقسم لتو لامداز، مظبوط؟ في لامدا للناس اللي رايحين على السكتر الاعلى، وفي لامدا للناس اللي رايحين على السكتر الاسفل، اذا هاي البوبيليشن مساويه لهاي البوبيليشن معناها رح يكون في عندي لامدا 1 تساوي اي ار في يو 300 في نص اذا كانت متساويه، اذا مش متساويه بدها تكون طبعا مجموع اليوز هدول على يو الكليه، وهذيك بتكون مجموع اليوز على اليو الكليه، فهدول بصير هذا له لامدا، لامدا 1 ولامدا 2، مظبوط؟ هم بوصلوا لنفس المكان بس هم لوجيكلي مفصولين، مظبوط؟ في ناس رايحين على السكتر اللي فوق وفي ناس رايحين على السكتر اللي تحت. فلامدا 1 ولامدا 2 راح تساوي كمان اي ار في يو على 300، اذا ما بدكم تحطوها نص بدنا نحطها يو لواحد على يو او يو لسكتر واحد اس 1، وهاي بتصير يو سكتر 2 على، والهاندلنج كاباسيتي بجمع الهاندلنج كاباسيتي اللي فوق زائد الهاندلنج كاباسيتي اللي تحت بتعطيني التوتال هاندلنج كاباسيتي اللي موجوده هون. اوكي؟